لا أحرم نفسي ولا أحرمكم الحمد لله ولا أحرم المستمعين، لا أحرم نفسي من أن أتمتع حقيقة وأنتشي نشوة من أعظم ما ينتشى به أيها الإخوة بروائع حكمة العقول العظيمة في الشرق والغرب، حتى وإن كانوا في نظرنا ملاحدة أو غير إيه مؤمنين. لا يعنيني، الحكمة ضالة المؤمن. هؤلاء يحرمون أنفسهم من أن يتمتعوا بروائح حكمة إخوانهم إن خالفوهم بقيد واحد مليمتر فقط، انتهى، شطبوا عليك انتهى خلاص، لا ينتفع منك بشيء، مش معقول. لا لا لا، أنا انتفع بنيتش وبماركس وبفوكو وبكل هؤلاء وبمارتن لوثر، ما عنديش مشكلة. طبعا ماذا يقول فولتير؟ يقول فولتير: إذا أردت أن تدرس المسيحية حقا أنصح لك أن تدرسها كأنك تستمع وكأنك ترى وتقرأ لأول مرة. حاول أن تمثل دور من لا يعرف شيئاً عن المسيحية، لا بالسراء ولا بالضراء، لا بالخير ولا بالشر، لأول مرة. لماذا؟ لكي تتخفف من أوهاق وسطوة العقل الجمعي ومن أبهاض التقليد والتكرار والتلقين. نحن إخواني، نحن ضحية بمعنى ما كما يقر علماء النفس لانطباعاتنا الأولى. للأسف ينشأ هذا في مجتمع شيعي، خلاص أول انطباع عنده عن الصحابة فيما يخص الصحابة أنه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وحفصة وعائشة والعياذ بالله منهم أبارسة في شكل بشري. أول انطباع هكذا يعلم، وأنهم ساهموا في ملحمة أهل البيت وفي مظلمتهم وفي تعذيبهم وفي تهجيرهم وفي 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 وفي. من الصعب جدا على هذا المسكين الشيعي، وهو مسكين أيها الإخوة، والله من الصعب، أنا أقول لكم من الصعب جدا. إذا أردنا أن ننقذه من هذا علينا أن ندمن إعطاء دروس مثل هذه الدروس، دروس لكي لا نخدع، دروس في المنهجية، اختبار المنهجية، اختبار الجدية في معرفة الحقيقة، مسألة صعبة جدا جدا. السن المسكين الآخر، ما احنا مساكين أيضا وعباب الله، السن المسكين الذي نشأ وأول انطباع عنده كل الصحابة ما شاء الله عليهم أحسن ناس، أعظم أمة بعد رسول، ولا واحد بصير زيهم، مش عمر عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس العظيم الصالح الولي، هذا ولا يقارن بالغبار اللي دخل أنف فرس معاوية. معاوية؟ قال لك معاوية اللي ساوى وساوى وساوى، اللي حنعمل عنه حلقات طبعا إن شاء الله، ممكن تأتي في 20 ساعة على الأقل بالأدلة الصحيحة القوية، وبعدين نردوا عن معاوية، سوف تفهمون من معاوية. معاوية هذا؟ يقول لك نعم. عجيب يا أخي. طب بسر ابن أبي أرطى رضي الله عنه، الصحابي رضي الله عنه، ذبح الأطفال رضي الله عنه، سبى المسلمات في همدان، مسلمات حرائر مثل أمي وأمك وأختي وأختك، سباهن وباعهن في الأسواق، فكانت تباع الحرة المسلمة على عظم ساقها، كلما كانت ساقها عظيمة بيعت بثمن أزيد وأبهض. قال العلماء والمؤرخون كابن الأثير المؤرخ السني في الكامل: فكن أول مسلمات يجري عليهن السبي في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إيه شو هذه يا أخي؟ انتبهوا، بين قوسين حتى لا أنسى، أفكار تتلاحق واعذروني، بين قوسين أيها الإخوة، جزء من أسباب انتشار الإلحاد في الغرب شيء مثل هذا تماما. كيف؟ في شخصية اسمها ديفيد، كينج ديفيد، الملك داود، عندنا نبي، عندهم ملك هو، بس اسمه في الكتاب المقدس حبيب الله، لقبه يلقب بحبيب الله. فولتير ألف المسرحية الشهيرة شاول عن حبيب الله هذا، وأبرزه ما شاء الله في صورته الحقيقية المفزعة الفظيعة. داود رجل غدار يقتل ضباطه ويسطو على نسائهم. داود هكذا بأمر من الله أيها الإخوة، وحي علوي، إذا تمكن من قوم يحرمهم جميعا، يقتل كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم أيها الإخوة، بريئهم ومجرمهم، ولا يطرف له جفن. داود آية من آيات الدموية والبربرية في الكتاب المقدس. انتبه حبيب الله، بدك تتقبله كما هو، وإلا أنت إيش؟ هرطيق، أنت هرطوقي، زنديق، تقتل عند المسيحيين، جنة جنون الناس، كيف تفرض علي هذا؟ كتب أحدهم يقول تتبدى أعلى درجات القداسة والنزاهة في شخصيات الكتاب المقدس الأكثر قسوة والأبعد عن الرحمة. أجمل وألطف الفضائل في نظر هؤلاء مفسري الكتاب المقدس أيها الإخوة، أبعدها إيه عن مراد الله؟ الله ما بحب هيك، الله بحب قد ما تقدر كن مجرم، كن مجرما، كن ذباحا سفاكا باسم الحق،
كما قلنا في الخطبة السابقة، اقتل الشر يحيى الايه؟ الخير. اقتل الباطل، لا مش اقتل، طهر، لغة الشيخ في مصر طهر، طهر بالكامل، اذبح من عند الآخر، لا تذر منهم ديارة. بحيا الخير، بحيا مذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ من شيوخ الشيعة، لم أذكر السني فلا أذكر الشيعي، نفس الشيء، يتمنى أنه يستطيع أن يخلي الأرض من كل سني ناصبي. كارثة، نحن نقع في كارثة حقيقية. أنا أقول لكم الآن تلغم أرض العرب والمسلمين الآن كما لغمت العراق قبل أن يأتي الأمريكان. وأنا صرخت من على منبر رسول الله في الهداية، إخواني وطلابي يعرفون هذا، أليس كذلك؟ كنت أصرخ أقول إنهم يلغمون أرض العراق. قالوا لا 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 لا، هذا سني أيها الإخوة يقول لا 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 لا، الشيعة جبناء، يعني لنا أن نكفرهم، لنا أن نفتي بذبحهم، على كل حال مهما حصل هم جبناء لا يستطيعون أن يردوا علينا. قلت هلكت العراق، انتهى خلاص، الأمور واضحة لدي، بهذا المنطق نتحرك، هلكت العراق. والله نحن لا نعطي فتوى لا بقتل شيوعي ولا بقتل علماني ولا بقتل لاديني، نعطي فتوى واحدة، ناقش بس، هي عندنا ناقش، ولا تلجأ إلى السلاح، دائما احتكام النقاش للدليل حبيبي، وسوف نرى بعدين من الذي يكسب، أليس كذلك؟ وانتهينا خلاص، هو هذا كما كان يقول مارتن لوثر. على كل حال هذا داود حبيب الله، حبيب الله، ها؟ يكتب أحد هؤلاء الملاحدة الغربيين في القرن 18 يقول كيف يمكن أن أتقبل، قال، هذه الشخصيات على أنها مقدسة ومنزهة، وإليجا إليشع هذه الشخصية الإلهية، النبي، هذا النبي يصرخ في البراري، هذا إليشع قال لمجرد أن صبية براء في أبرأ من الصبي الطفل الصغير، صبية نادوه يا أصلع الرأس، كان مقدس فعلا، قالوا له يا أصلع الرأس يا بوغلاتس، يعني يا أصلع، فغضب غضبا شديدا واستعدى عليهم السماء وأنزل عليهم أبشع اللعائن، لعنهم إليشع هذا، يعني إليشع لعن الصبية لأنهم قالوا يا أصلع الرأس. إيه اليوم ممكن نقول لك يا متعصب يا منغلق يا استئصالي يا تطهيري، أو ملعون أنت، مش بس خارج النادي تبعنا نادي أهل السنة، لا ملعون، وقطعا كل من يستمع إليك ملعون، ومن يغتر بك ملعون، وأنتم في جهنم، عائشة في جهنم وفلان في جهنم، عادي شيعي يدخل الناس في جهنم،